السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم يا جماعة دعنا نتكلم عن تطبيق يحدد الشحن عشان يحافظ لك على البطارية. يعني عند نسبة معينة الشحن بيقيف، يعني انت تخده تمشي تنوم وترتاح ما عندك مشكلة، تمام؟ اذا انت خديته يومين ثلاثة برضو ما عندك مشكلة. اذا هو شنو؟ يحدد الشحن عند رقم معين، دايره 70، دايره 80، دايره 90، 99، بحدد لك الكلام ده كويس. نفتح التطبيق، تمام؟ كويس. طبعا يا جماعه التطبيق ده بيشتغل بصلاحيه الروت، يعني اذا ما عندك روت ما ينفع معك كويس. اول حاجه عندي طبعا بتفتح اول خانه فوق هنا، لازم تكون مفتوحه كويس. انيبل بطاريه كويس، ده عشان شنو التطبيق يشتغل. الخيار الثاني، الفتحه الثانيه دي اللي هي بتاع شنو، بتاعت الاشعارات، بتجيك جرس انه البطاريه امتلأت او البطاريه فضت، تمام. اخر زر هنا عندي انا مفعله ده كويس، اللي هو ده شنو، اعاده شنو، ضبط حالة البطارية، تمام كويس. نمشي نشوف التطبيق. هنا عندي أرقام باليمين وأرقام بالشمال كويس. الأرقام اللي باليمين كويس اللي هي 95، تمام، اللي هي 95 دي ممكن تعملها 80 أي حاجة. ده الرقم اللي بيقيف عنده الشحن، الشحن بيقيف في الرقم ده، تمام. تخط في الشحن يحصل الرقم ده طوال بيقيف. خلصنا النقطة ولا؟ إذا ده شنو رقم بيقيف عنده شنو، الشحن، تمام. الثلاثين دي او ممكن تعمل اي رقم، ده الرقم اللي هو شنو، بيبدأ لي عنده الشحن التلقائي، وقت يكون موصل في الشاحن ويحصل 29 طوالي تلقائيا الشحن شنو، بيبدأ بيشتغل طوالي لحد ما يحصل 95 بيقوم بيقيف. وضحت الفكرة؟ يعني انت ممكن تاخد التلفون يومين في الشاحن وانت مرتاح، تمشي مشوارك وتجي بيحصل 95 كويس، بيفصل الشحن، تمام، لحد ما يحصل 29 بيبدأ الشحن شنو، تلقائي. كده بحافظ لك على البطارية انها هي ما تحصل المية، تمام، لانه البطارية اذا حصلت المية معناها شنو، كملت دورة واحدة. طبعا كل ما نقصت الدورات معناه عمر البطارية شنو، بيقل، تمام. نحن نشغل الشحن، لاحظ معي كده البطارية تديني جاري الشحن كويس، تنزل بديني فوق، لاحظ في جعار قال لي change to شنو، changing to 95%، يعني وقت تحصل 95 بتقيف، تمام. وضحت الفكرة كويس. اذا بعد ما حصل 95 طوال شنو، الشحن بيقوم بيقيف كويس. بعد ما خلصت انت ممكن تفصله عادي، او ممكن تغلق التطبيق كله كويس. كده شنو، انت بتكون حافظت على البطارية بتاعت الهاتف بتاعك من اي شنو، من اي مشاكل. وضحت الفكرة؟ عندي نقطة انا عليها، تمام. بعد مرات شعار التطبيق فوق بيكون معلق، تمام، اللي هو 5% اي ناي 95% الى الرقم اللي انت خدته، تمام. اذا علق بعد مرات تسحب الشعارات كويس، وفوق تعمل شنو، ديس شنو، ديس لا، اللي هو تلغي التطبيق من فوق، تعمل له ايقاف، تمام، ما من جوا التطبيق، تمام. كده شنو، وقد تشحن ثاني بيشتغل معك عادي كويس. وممكن انت التطبيق شنو، لو انت اصلا قاعد في البيت وما محتاج له، يعني انت ما حتنساه، ممكن شنو تعمل ايقاف للتطبيق وتشحن عادي. لكن مثلا انت اذا دارت نوم او ماشي لك مشوار، ممكن شنو تشغل التطبيق، تمام. وكده يا جماعة احنا بنكون وصلنا لنهاية الشرح بتاع التطبيق كويس، اللي هو اسمه بطارية تشينج ليميت، اللي هو تحديد الشحن. ده بحافظ لك شنو على عمر البطارية بتاعتك، تمام، لانه اي بطارية عندها عدد من الدورات، تمام. اذا قلت بيقوم بيقل عمر البطارية، يعني بعد تخلص البطارية بتبقى شنو، كعبة. وقد تحصل اذا الدورة هي من 0 ل 100%، كل ما حصل 100% ما حصل شنو، ما كمل دورة واحدة، تمام. وكده يا جماعة وصلنا لنهاية الشرح بتاع التطبيق، وما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.